هنشتغل دلوقتي في طبق مشهور في المطبخ الفرنسي اسمها كورجيت برزيان او كوسة جراتان، قريبة او بنت عم الكوسة بالبشاميل، بس دي مش هتاخد بشاميل. المقادير على الشاشة: كوسة من خير ارضنا خضرة وزي الفل لسه طازة، ومعانا بصل ومعانا توم، معانا لحم مفروم ضاني كندوز. اهم من حاجة نسبة الدهون اللي موجودة في اللحمة المفرومة. انا هشيل الحمص من هنا علشان يوسع لي الدنيا شوية. حلو الكلام؟ واحدة واحدة مع بعض كده احنا شغالين. ونجيب الحلة دي او الطاسة دي نبدأ نعصج اللحمة. هنعصج اللحمة بزيت زيتون اللي هي اللحمة المفرومة اللي هنعمل بيها الكوسة. الكوسة هي غالي. حاضر، انا قايل لك اهي. كوسة بتتسلي على النار في بوكيه جرنيه من عود روزماري، شوية كرفس، فص توم ني، يعني اداها طعم كده حلو. الكوسة هنطلعها من النار، خلاص هي اتسلقت كده. بسم الله الرحمن الرحيم. واسيبها تبرد شوية. خلي بالك مية الكوسة دي استفيد بيها. اللهم صل على النبي. حطيت عود كرفس حلو، شوية روزماري، فص توم، بصلاية. الكوسة ده لها طعم، يعني ممكن أكلها زي ما هي كده للأمانة والله، زي ما هي كده ممكن أستفيد بيها. هنمسك اللحمة دي نعصجها مع بصل وتوم، ناخده كده ونقف جنب الطاسة بتاعتنا أهو. بصل مفروم ناعم حلو، فص توم مفروم ناعم، اللحم المفروم بتاعنا ينزل على البصلة والتومة كده. خلي بالك شايفين اللحمة هبرة ازاي؟ مفيهاش دهون تقريبا، يعني 10% بس محمر ده كده. نشيل دي من هنا عشان توسع لنفسينا كده. اللهم صل على النبي. خلي بالك اللحمة دايما لما بتيجي تعملي مكرونة بالبشاميل بتكلكع منك. انا هقول لك دلوقتي على سر كده لطيف وحلو تخلي لك اللحمه دي مفلفله كده عامله زي الخرز بعد ما تستوي، تبقى شايفاها قدامك لطيفه وحلوه كده زي الفل. هي دلوقتي ايه؟ مكلكعه، يعني طبعا طالعه من الثلاجه، وبنحمرها وبنعصجها مع بصل وتوم زي ما احنا شغالين كده. معايا استاذ ليمون في قلب اللحمه محتار كده بقلبه اهو. نبدا نحط البهارات بتاعتنا: ملح، فلفل. طعام اللحمه بقدر الامكان. على فكره البهارات من الحاجات اللي بتحرق الدهون، يعني لها قيمه غذائيه عاليه جدا، يعني ما تخافيش منها. ممكن بتفتح الشهيه بس يعني ايه، برده مفيده جدا للجهاز الهضمي. وخلي بالك اللي معاه مشاكل مع القولون ما يستخدمش بهارات حاره كتير زي الفلفل الاسود زي الشطه، الحاجات دي كلها. الكمون امن، الكمون مفيد جدا وبيساعد على التحام الجروح اللي موجوده في القولون او في الجهاز الهضمي، مفيد جدا للبقوليات زي الاكله اللي انا عاملها النهارده الحمص الشام وهكذا. ايه السر يا عم الشيف علشان اللحمه دي تفك معاك بسرعه وتريحك من اللي انت فيه ده؟ باخد شويه شوربه، شويه شوربه من شوربه الكوسه مش شوربه الحمص. ميه مغليه يا ويلي يا ويلي، خلاص اللحمه فكت. ايه اللي بيحصل هنا كيميائيا؟ البخار اللي بيطلع من شويه الشوربه اللي انا حطيتهم دول بيخشوا في الانسجه بتاعه اللحمه يقوم يفكها من بعضيها. هغطيها كده براحه واسيبها شويه دقائق معدوده على ما اشوف الكوسه دي هشتغل فيها ازاي. الكوسه معانا اهيت، بجيب كسروله تانيه، اللهم صل على النبي، وسكينه صغيره كده ونشتغل مع الكوسه دي واحنا شغالين. ونجيب طبق علشان ابدا ان انا، اللهم صل على النبي. افتحها كده نصين ونبدا نرصها كده. ايه الحلاوه دي يا عم الشيف؟ ايه الجمال ده؟ حد يقول لي هنا الشيف المغازي ليه ما قمعش الكوسه وهي بتتسلق؟ اللي هيجاوبني على السؤال ده للامانه يعني ممكن يعني اديله هديه حلوه قوي على الهوا، ان انا اعمل له الاكل اللي هو نفسه فيها. الله عليك يا شيف. طب انت معايا كل يوم، ايه اقدر اعمل لك الاكل اللي انت بتحبها؟ شفت المخرج الشاطر؟
قال لي علشان الكوسة ما تتهريش منك. لما تيجي تعملي خضار سوتيه أو الكوسة زي اللي أنا بعملها ديت، لازم تسيبي الزهرة بتاعت الكوسة دي اللي أنا بقطعها دي، الحتة اللي هي السميكة فيها دي اللي بتخلي لك الكوسة سليمة. حاضر حاضر، هنطلع فاصل، خلينا ناخد بعضينا. وعلى فين يا شيف؟ على فاصل صغير ونرجع بعد ما نرص الكوسة بالشكل ده كده واللحمة مفرومة بتتعصج، ونشوف أسرار عمل الأكل الصحي النهاردة بطريقة مبتكرة صحية إبداعية. أو هتروحوا بعيد، تابعوني. للحظات الأخيرة لعمل الكوسة جرتان اللحمة المفرومة. بقية الكوسة يا عم الشيف خدتها كده زي ما هي، ممكن ناخد قلب الكوسة مع شوية لحمة مفرومة متعصجة، احط عليهم شوية كزبرة خضراء أو بقدونس زي ما أنت عايزة في قلب الكبة. شفت الجو ده كده؟ هنحط فص توم محترم، ده مع الكوسة اللي هي إيه؟ سليمة اللي هي معانا. حلو الكلام؟ مع واحد بيضة صغيرة هنا كده. الله، حلو أوي. مع بهاراتنا شوية ملح وشوية فلفل. الأكلة دي على فكرة تعجب الأطفال أوي وكبار السن. شوية فلفل، شوية ملح، أهو بطعمها كده. دي الكوسة البورية، حلو أوي. ممكن أحط شوية كركم عينية، شوية كركم حلوين، لأن الكركم مفيد للجهاز الهضمي وخاصة الكبد كده. حاضر أهو، ونشغل دي كده. بسم الله الرحمن الرحيم، لأن تشتغل يلا. خلص الكلام، شكرا. دي الكوسه البوريه. طبعا القوام ده ايه اللي هيمسكه يا عم الشيف وايه اللي هيديله قوام؟ البيضه اللي انا ضاربها وخافقها مع الكوسه. اشيل ده كده اوسع الدنيا الاول عشان حضراتكم تشوفوا التفاصيل الصغيره دي مهمه. ننزل بالكوسه دي كده على الوش اهي. الله، الاكله دي حلوه قوي، فيها طعم، فيها فكر طهوي. جبنه بارميزان مبشورة، ولكن دي مش بارميزان. الشيف المغازي عودنا على شاشة التلفزيون المصري المصداقية والشفافية. دي جبنة رومي معتقة، حلوة قوي، ملح قليل جدا على فكرة. قلت للراجل بتاع السوبر ماركت انا عايز جبنة ملحها قليل، جبنة رومي، فاداني الحلوة دي كده. دي انا احبها مع العيش الفينو، سندوتشات تبقى لطيفة قوي على فكرة. هدخلها الفرن دلوقتي، وخلي بالك ممكن تقليل الملح كمان من الاكل بتاعك بما ان الجبنه معانا، فدي طبعا مصدر برضو للاملاح، فخلي بالك عشان الاكله دي ما بيبقاش فيها ملح كتير. نوزع الجبنه دي كده على الكسرولة وندخلها الفرن. احنا عايزين ايه من الفرن؟ البيضه اللي انا حاططها مع الكوسه وقوام الكوسه هتستوي، الجبنه دي هتسيح على وش الصينيه بتاعتي، وكلهم يتعرفوا على بعض كده، وبالف هنا وشفا للي ياكل منها. ولكن مخرجنا الجميل دايما بيجاوبنا على السؤال، الكوسه دي بمكوناتها تتحط فين في الفرن؟ قول لي. الله عليك، عيب عليك، عيب عليك في النص. حاضر حاضر، عينيا اهي، اللهم صل على النبي، في قلب الفرن. يلا باي باي. نودع الكوسه الجراتان بفكر وابداع الشيف المغازي لمده 10 دقائق ونطلعها من الفرن. اللهم صل على النبي، تعالوا نطلع الكوسه، نشيلها كده نطلعها لان هي جاهزه، نحطها على الطبق ده كده. جبنه ساحت، نبص عليها كده ونصلي على الحبيب قلبك يطيب. اللهم صل على النبي، اهي زي الفل. السكينة الصغيرة بتاعتنا، فراولة معانا. باخد كده الفراولة دي كده بقطعها على دي الشوفان بالشكل ده كده اهو.
الحلو ده بسيط وسهل.